أتعرف ما معنى الكلمة؟ مفتاح الجنة في كلمة، ودخول النار على كلمة، وقضاء الله هو الكلمة. الكلمة لو تعرف لها حرمة. زاد مذخور. الكلمة نور، وبعض الكلمات قبور. بعض الكلمات قلاع شامخة يعتصم بها النبل البشري. الكلمة فرقان بين نبي وبغي. بكلمة تنكشف الغمة. الكلمة نور، دليل تتبعه الأمة. عيسى ما كان سوى كلمة، أضاء الدنيا بالكلمة، وعلمها للصيادين فصاروا يهدون العالم. الكلمة زلزلة الظالم. الكلمة حصن الحرية. إن الكلمة مسؤولية. إن الرجل هو الكلمة. شرف الرجل هو الكلمة.